مدينة عربية ما زال اسمها ضمن نشيد البحرية الأمريكية، هل تعرفها؟ وقعت حرب بين الولايات المتحدة والدولة العثمانية سنة 1801، واستمرت حتى عام 1804، وهي أول حرب تخوضها أمريكا خارج حدودها، حين رفض الأمريكيون دفع الجزية للحاكم العثماني يوسف باشا القرهمانلي، نظير دخول الأسطول الأمريكي إلى البحر المتوسط. أدى ذلك إلى غضب الوالي الذي أمر بتكسير سارية العلم الأمريكي في السفارة الأمريكية في طرابلس ليبيا، وإهانة السفير الأمريكي وطرده شر طرده. فأرسل الرئيس الأمريكي جيفرسون ثالث رؤساء أمريكا، أرسل الأسطول الأمريكي لتأديب والي طرابلس يوسف قرهمانلي على إهانته لأمريكا. بدأت الحرب البحرية، ولكنها سرعان ما انتهت بكارثة على أمريكا، حيث تم محاصرة الأسطول الأمريكي وأسر أكبر سفنها وهي السفينة فيلادلفيا، واستسلام أكثر من 301 بحار على متنها. وحين عجزت أمريكا عن استعادتها أرسلت جواسيس وأحرقوها، إلا أن الأمريكيين لم يستسلموا، فعمدوا إلى بث الخلافات بين والي طرابلس وشقيقه أحمد باشا القرهمانلي في مصر، وتم رشوته بالمال والنساء الجميلات التي أحضرن خصيصا له من أمريكا من أجل أن يتحالف معهم ضد أخيه والي طرابلس وتغيير نظام حكمه، ووعدوه بالسلطة على طرابلس ليبيا حاليا. وجهز الأمريكيون جيشا ضخما لغزو مدينة درنة شرق ليبيا، والثأر من الهزيمة الأولى، لكن سرعان ما استنجد والي طرابلس بقوات من المغرب والجزائر وتونس والدولة العثمانية، وانتهت المعركة بهزيمة شنيعة أخرى للأمريكيين وللجيش الأمريكي، حيث قتل في يوم واحد قرابة 1800 وأسر 700 وحوصر الباقي. وأدت هذه الهزيمة بالمحصلة إلى توقيع أمريكا اتفاقية مذلة لها مع ولاة طرابلس وتونس والجزائر والمغرب، بموجبها تدفع أمريكا تعويضاً للدول الإسلامية عن كل جندي قتل، وتدفع أيضاً الجزية مضاعفة عن السابق، والاعتذار لهذه الدول الإسلامية. وإلى هذا اليوم تجد نشيد البحرية الأمريكية الذي لم يتغير منذ ذلك الوقت يقول مطلعه: من قاعات مونتيزوما إلى شواطئ طرابلس نخوض غمار معارك بلادنا في الجو والأرض والبحر. هذه القصة الجميلة توضح لنا مدى جهلنا بالتاريخ القديم وخاصة الإسلام منه. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.